فاللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب الفلق، يا رب الفلق اغفر لهؤلاء الناس وقهم شر كل حاقد وحاسد إذا حسد. مع القرآن الكريم فخر قراء محافظة المنوفية فضيلة القارئ الإذاعي الشهير شيخ أحمد عبد الحليم فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك؟ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم
الشيخ احمد يا حبيبي. زادك الله جمالا وبهاء. ايه العمل يا حبيبي؟ والله إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا اتخذوني وأمي
الشيخ احمد انت ايه يا جدع؟ الله يستر. انت ايه؟ اللهم صل على النبي، ربنا يحفظك يا اخي. حاجه اجنبي، قول حاجه اجنبي. ثانك يو فور كولينز، اشكرك على هذا الاداء. الله يكرم يا سيدي. ايه الجمال ده؟ الله يكشف عمل الشيخ الله جميعا معزز يا حبيبي. خليتني فتحت في الجواب يا اخي. وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين قال سبحانك. الله أكبر عليك يا ستة، عليك يا عالم. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن قد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأن فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. صدق